روح معاك لمباراة نادي الزمالك اليوم في اليوم بطولة الكونفدرالية الإفريقية. عايز أعرف منك تعليقك إيه على المباراة أمام سجرادة، هتكون عاملة إزاي؟ مجريات المباراة خصوصا بعد خسارة نادي الزمالك أمام المصري بورسعيدي، وهل شايف إن المباراة اللي كانت أمام المصري كان نادي الزمالك يستحق الخسارة فيها أم كان سوء توفيق فقط؟ جميل. نتكلم على ان الزمالك في سجرادة النهارده هيعمل ايه؟ هيعمل ماتش كويس. التسع نقط اللي عندك مديك قوه ان انت خلاص البطوله دي امل نادي وجمهور نادي الزمالك. فمليون في الميه هيحصل ان شاء الله نوصل للنقطه ال 12، يبقى انت خلاص ايه؟ تاهلت. ليه؟ لان لازم يكون المدير الفني ومدير الكوره حطوا وكابتن الفرق شيكابالا حطوا نقول ايه الاحساس ان ده حاجه تعوضهم عن الترتيب للاسف ال 11 او ال 12، وانت عندك 11 نقطه، 11 نقطه من 24 نقطه، يعني 13 نقطه يروحوا منك. فلازم ايه التعويض ده يكون ايه؟ النهارده ان شاء الله تكسب، يبقى في روح قتاليه جامده في وعندي احساس ان ايه الزمالك هيتعدي مرحله السجرادة النهارده، يبقى خلاص اول البطوله ونبتدي ندخل المرحله اللي بعد كده. فاحساسي ده هو اللي موجود عندي، لان برضو لعيبه الزمالك بيظهروا وقت الشده. ده انا يعني ده من زمان وقت الشده من لعيبه الزمالك. حتى لو تفتكري ماتش قبل كده كنا لازم نكسب، كنا اتغلبنا بين 4-1 او 5-1 بره، ولازم تكسب هنا مش عارف 4-0 كسبنا. لو تفتكري السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت. فهي القصه كلها عندي احساس ان الماتش هيكون نادي الزمالك في نول في يعني احسن حالته النهارده، وان شاء الله نكسب. نيجي لبطولة الدوري وماتش الماتش المصري. الماتش المصري احنا ما نستحقش نكسب. الفرقة كانت بعيدة عن المستوى اللي ايه اللي ظهرت بيه في بطولة الكونفدرالية. بعيد جدا يعني. بنلاعب فرقة المصري معاه مدير فني برغم ما كانش موجود. انما في اتزان. بيلاقوا بعض. انا بتكلم عن المصري. في سيطره، في سيطره على الكره غير عاديه، مفيش سربعه. رغم ان المصري بورسعيدي كان غير موفق في النتائج في بدايه الموسم مع كابتن علي ماهر. سبحان الله سبحان الله. سيطره غير عاديه للفريق المصري. صحيح. احنا انا خفت ان نتغلب اكتر من واحد واثنين وثلاثه، من يعني اكتر من يعني. هدف. ليه؟ مش عارف الزمالك بعيد، كان بعيد عن المباراه ازاي يعني اولا المصري بيلعب تملي في المكان ده طوالي، ليه او لبره يعني ما بيطلعش بره، بيلعب استاد برج العرب. فانت كان المفروض يا مدير فني كابتن معتمد، انت راجل استاذ وفاهم، ان لازم اجاري فرقه المصري بنفس طريقه لعبها، اقابلها بنفس طريقه عكسيه. لكن ما العبش بنفس طريقتي الايه اللي انا بلعب بيها. لا، التملي المديرين الفنيين ولازم يكون ده موجود عندنا، لو هم يعني لو هم عايزين ايه يبقى مدير فني عالي يعني. ما لعبش بكل فرقه بنفس طريقتي، لا لازم كل فرقه قصادي بقى اشوف فرقه بتلعب ازاي وبتاع، العب ايه، اضرب الفرقه دي بطريقه لعب ايه يعني مناسبه ان انا اقدر ايه ابقى إيه مسيطر على المباراه. وده اللي حصل. المصري كان احسن مننا في المباراه وفاز وقدر يفوز على نادي الزمالك.